وفي كل صوب لنا ساعد ليكسو داري بأبهى الحلل سنصعد كل صعيد به حياة الكريم وبرء العلل فقد دعاكم بكل صعيد عمل فخير الغبيراء أولى به بنوها وفيهم يكون الأمل وها قد تفجر في أرضها مواهب شتى بشتى السوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلامتك، ماذا بك؟ مفاصلي تؤلمني. هل تتناولين الحليب بكثرة؟ نعم. هل سبق لك أن وقعت على الأرض؟ نعم، وسقطت في المنزل. أنا سوف أفحص الآن. هل يؤلمك؟ قليلا. سوف تقعدين على الكرسي المتحرك بضعة أشهر. لا بأس، طهورا إن شاء الله. تقدم دعاك العمل بقلب أبي وفيه الأمل. تقدم دعاك العمل بقلب أبي وفيه الأمل. هنا الجد والسعي نحو العلا فلا للتواني ولا للكسل سأبني بلادي ولا